اون اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية حطوا على الأهلي المصري والانتصار الكبير اليوم عن ضد اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية. نحكيو زادة على أخبار الإصابات في أنديتنا التونسية، بسام سرار، في أحمد خليل، كذلك وائل الدربالي. لكن نحكيو ونبداو مع التعديل اللي أقرته الجامعة التونسية كرة القدم لمواعيد البطولة. بالنسبة للجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من البطولة تتلعب النهار الأربعاء 4 جانفي 2024، هذا تعديل. التعديل الثاني هو إجراء مقابلة سوبر الموسم 2022-2023 بين النجم الساحلي والأولمبي البيجي نهار 7 جانفي في استاد العقبي في رادس. والقرار الثالث هو تأجيل السوبر بين سوبر 2021-2022 بين الترجي ونادي سويقسي، الموعد لاحق بسبب الالتزامات زوز معناه لاعبي زوز أندية مع المنتخب الوطني. ذكر السوبر هذا كان مبرمج نهار 3 جانفي القادم وتم تأجيله كما قلت إلى موعد لاحق. بالنسبة لمقابلة الجولة الخامسة من البطولة، في المجموعة الأولى نهار 26 ديسمبر والمجموعة الثانية نهار 27 ديسمبر. الجولة السادسة أيام كل المقابلات تلعب نهار 30 ديسمبر. نحكيو توا على الإصابات في النادي الأفريقي. بسام إسرار في أحمد خليل عملوا اليوم الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أنه الإصابات مش اختيار، فقط لازمها نهارين ثلاثة أيام راحة بعدها اللاعبية يرجعوا على ذمة الستاف تكنيك، وممكن ياسر زادة يكونوا على ذمة المدرب في مقابلة ريفرز يونايتد نهار الأربعاء القادم في كأس الكاف. متوسط ميدان الترجي هذه تونسي وائل الدربالي باش يرتاح بين 4 و5 ايام بعد تعرضه لالتواء في الشوفي في مقابلة الترجي ضد اتحاد تطاوين. نحكيو على سامي شوشان لاعبنا دولي ناشط في نادي برايتون. اليوم الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن اللاعب وفريقه توصلوا لاتفاق رسمي لتمديد عقده حتى لجوان 2026. العقد ذلك كان يوفى في جوان 2024. ذكروا شوشان لاعب واعد إمكانياته كبيرة الحقيقة، كان في فريق لعب الموسم اللي تعدى في فريق أقل من 21 عام في برايتون وكانت أرقامه محترمة جدا، الشيء اللي خلى مدرب سينيور معناه استدعاه في زوز مقابلات في الأوروبا ليج. دونك خبر مهم للاعب يذين ويمدد عقده مع فريق كيما برايتون حتى لجوان كما قلت 2026. نمشيو توا المونديال الأندية والمواجهة اليوم بين الأهلي المصري واتحاد جدة. اتحاد جدة بنزيما وكانتي وبقية النجوم ينهزم 3-1 ضد الأهلي المصري. أول أهداف كانت لعلي معلول دقيقة 21 من ضربة جزاء، الشحات دقيقة 59 وإمام عاشور دقيقة 62. 3-1 وسكور كان ينجم يكون أكبر حقيقة للأهلي المصري. درس جديد من نادي القرن، أفضل نادي في القارة الأهلي المصري قدام عملاق كما اتحاد جدة اللي عنده ورمادة من النجوم. دونك 3-1 والأهلي المصري يترشح للدومي فينال. اللي يهمنا زادا وعلي معلول في رابع مشاركة لي في المونديال، ثاني هدف لي بعد النسخة اللي تعديت أرقام ممتازة جدا لي علي معلول. قيت الملاعب في أوروبا وأهم النتائج الحاصلة فيها ضمن الجولة 16 من ليغا، موناكو متعادل مع الأولمبيك ليوني في 59 دقيقة لعب ماتش من الجولة 16. كيف في البريمير ليغ وضمن الجولة 17 في 56 دقيقة لعب نوتنغهام فورست منهزم على ميدانه مع توتنهام 1-0. وساسونا رايو فاليكانو 0-0 في 50 دقيقة لعب. بوروسيا مونشنغلادباخ متقدم على فيردر بريم 2-1 في 77 دقيقة لعب. وجينوفا يوفي ماتش وصل دقيقته 70 والنتيجة هي التعادل 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان.net.